مساء الخير يا أهل الكويت. البعض اليوم يقول المواطن يتدلع، وأنا أقول فعلا يتدلع وتشخلع، والدليل أنه ينطر بيت أكثر من 25 سنة لو لم يستلم بيته على المخطط. وأعطيكم مثال آخر، سلموا بيوت في جابر الأحمد، للأسف يتم تسليمها مش مشطبة والوصاخة بكل مكان، والمواطن يكمل تشطيب وتنظيف البيت ويقولوا المواطن يتشخلع ويتدلع، الإيجارات مرتفعة وكل شيء غالي ويقولون المواطن يتشخلع ويتدلع. وراح أقول لكم اليوم عساس نخلي المواطنين اللي يدلعون يدلعون أكثر. قولوا شلون. أمس قلت لكم قصة البنغالي، أخونا البنغالي يا الكويت قبل 8 شهور واشتغل في أحد الجهات الحكومية الخدمية وحطوه في مكان خدمات للمراجعين، وكان مطيع ومؤدي ويشتغل بأمانة. هالبنغالي هم جايبينه حق شنو؟ تنظيف المكاتب ويجيب شاي. تحول مع الزمن إلى مخلص معاملات، وبعد كم شهر خلص عقد الشركة وحاول أخونا هالبنغالي ينتقل إلى عقد شركة جديدة لكن ما قدر، فراح يتهاوش مع المراقب، مراقب الشركة، وطقه اسكم الله في الحمام. طبعا المصري تهزأ بس مش صعيدي، لكن المفاجأة ان هالبنغالي في 6 شهور يوم حبوا يسافرون، تعرفون كم لقوا في رصيده؟ 6000 وكسر دينار مش جنيه. وطبعا لازم يحول فلوسه الى ديرته في 6 شهور. قالوا له يا اخونا البنغالي من اين لك هذا؟ قال شغله بسيطه، الكويت كلها فلوس. قالوا له شلون؟ قال ماكينه مال الحكومه، انا يبي يصور ورقه ياخذ ورقه يصور، كويت يعطيني فلوس، مندوب يعطيني فلوس، وكله من ماكينه وفلوس الحكومه، وياخذ فلوس التصوير وين يحطها؟ يحطها بجيبه. واخذوا كم معامله باليوم، وصاير مندوب العمولة ياخذ يبيع الطوابع، وشوي ويبيع الطوابع وشوي يخرد اللي يبي العشرة يبي دينارين، فالناس تقول ها هاي نص دينار، هذا ربع، هذا دينار. وإذا طبعا المراجع خلص معاملته على خير من هالبيروقراطية الحلوة في البلد يعطونا هدايا. لكن العمولة الكبيرة وينها؟ كانت في تخليص وإنهاء المعاملات وتصوير الملفات، بدل من الموظفين يقومون في شغلهم البنغالي قام بشغلهم وصار عنده 6000 دينار. هذا لو قاعد بالسنة كان 12000، لو قاعد لخمس سنين كان صار ملياردير. طبعا غادر واخذ هالفلوس وراح. أما الكويتي اللي بيتدلع وتشخلع مش قادر يجمع بحسابه 1000 دينار، وأنا يمكن قدمت اقتراح أنكم تشتغلوا عند هالبنغالية ونساعدهم في أعمالهم، لكن المصيبة والعيب على الموظفين المرتشين المتكاسلين اللي يخلون البنغالي يبوق بدالهم. وهذا الموضوع ينطبق على منه؟ على الزرازير القياديين في الدولة، يحطون عبيد لهم حتى يخلصون معاملاتهم، والزرزور والزرازير ومدير المكتب يقبض العمولة، والكيكة الكبيرة تروح حق منه؟ حق منه؟ حق الديتش، مو للزرازير، للدياشة، والزرازير تاخذ المتبقي. من يسيطر على تجارة هذا البلد الحقيقية هم بني البنغال وشوية إيرانيين ومصريين وسوريين، أما الفلبينيات والأثيوبيات للمساج الليلي، وكل من يشتغل بتخصصه بهالبلد. للأسف الفساد انتشر، واللي يشوف الكويت من فوق يقول يا حالاتها، لكن اللي يشوفها عدل راح يشوف حجم الفساد ومصالح وحرب لدياشة وما خفي أعظم. والله يصلح الحال إذا كان في الأصل في حال. أعزائي المشاهدين، ورحب فيكم في حديث الكويت والناس.